مع الاخوان في اليوم الثالث اول واحد لقينا معاه واي حد بارك مرة أخرى وكما العادة أخذت وجهنا في سوق مدينة أكادير أنتم كما كتشوفوا مع أخونا يونس متتبع الوفي ديالنا كما قلت لكم دائما مع الحضور ما تجي عندنا ضروري يدوز معنا هنا على القناة وحنا كما قلت لكم حنا في سوق مدينة أكادير ما تنساوناش الدعم والإشتراك ديالنا ومع القناة باش نزيدوا معكم ودعموا المحتوى ديال القناة والرأي إذا الله يجزيكم بخير والله يسر الأمور للجميع الإخوان حتى شي عرس يونس ايش يا درويش انا اللهم بارك بالنسبة لإخوان عشاق اسمع زين اللهم بارك كما كتشوفوا على فيسبوك جداد اخونا عبد اللطيف بالنسبة الاسماء ديالهم اللي غادي يقولهم لينا بالنسبة السي عبد اللطيف اسماء كلهم هنا السميات المولي كلهم كلشي المولي هادو مثل البار بيس ما بقاش هنايا ليكسيفو اللهم بارك بالنسبه ليكسيفو ولي فيه ديك داك السهم من اللور ديالو ديك الزبال الزايده اللهم بارك بالنسبه للاثمنه اللي كاينه هنا 8 درهم 7 درهم اللي بغا حاجه الجمله راه كاين ديال 6 درهم اللهم بارك نفس الشيء هذا راه الله يسخر لنا التليفون ديال 046 99 89 30 اللهم بارك الله يسر الامور وبالنسبه لهذا الكوبل هذه ديال كالوبسي ديالك شحال الثمن 300 درهم اللي خاصني نمشيو لوتينو اللهم بارك عليه الحمراء وبالنسبه لك التكير الزرق حتى هو ديالك شحال 40 درهم ديك البياسه ديال كانو التكير هذاك شحال 100 درهم اللهم بارك لك حتى شي حاجه غادي نسمعوا الرقم ديالو والله يسر الامور لك انا الاخوان اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا هذا المتتبع والمعجبة ديالنا هنا في سوق كثير مدينة اكادير كتواجدنا هنا رفقة الاب ديال هنا في سوق مدينة اكادير ومع واحد الطويل ديال الدريساج كما كتشاهدوا الاخوان هذه هي الولاعة ديال الدراري الصغار كي سميتو انسبيراو من الوالدين ديالهم اللهم بارك وبالنسبة للاخت اللي معنا هنا اسم ديالك ايوا وبالنسبة للطوير ديالك حتى هو ريكو اللهم بارك كما كتشوفوا الدريساج الطيارة الحر ومستوى الدراسي ديالك الخامس اللهم بارك المهم القرايه كاينه وهي الاولى النجاح كاين كلشي كاين الله يسر لك الامور فيها ونحفظ شعار ديالنا شنو هو ديال السوق عيش هذا الوش تحياتي لك بارك الله فيك وبالنسبه هنا كما كنشوفوا الاخوان اللهم بارك الناس كتسول على البياسه ديال البادجين اللهم بارك البياسه تنقيه المستوى بالنسبه لهاد البياسه هادو هنا شحال الثمن 40 درهم الاخوان اللهم بارك الاثمنه اللي كاينه بالنسبه لك التكير ديال الكاريكي هذا فين معاهم الكار هذا الثمن ديال شحال شنو هذيك 250 شنو اللهم بارك شحال الثمن ديال 250 اللهم بارك الاخوان سمعتوا وبالنسبه لهادو هنا قلت لك هذاك الاخر هادو هنا هو داك الزرق نتو هادي بالنسبه للاخر قال لك ما بالنسبه للمهم خصو يقلبو تنشوفو بالنسبه للثمن شحال كتقول في هادو الكيسه؟ 100 درهم شحال؟ 300 درهم جوج اللهم بارك لي باش حاجه غيتواصل مع الخاص خلينا التليفون 06 02 99 99 الله يسر لك الامور بالنسبة لنا الاخوان نكملوا مع الاخ انا بالنسبة لهذا الابر ديال التكيل اليدوي انتم كما كتشوفوا اللهم بارك بالنسبة لكل وحدة العبار ديالها بالنسبة لهذو اللي هنا قلت لنا كل وحدة العبار ديالها ياك كاينه ديال 10 ملي 60 درهم 15 ملي 80 درهم 80 درهم كاينه ديال 50 ملي 100 درهم 100 درهم اللهم بارك الاخوان وبالنسبة للريوس ديالهم حتى هما راهو مرة كيتواجدوا معاهم الريوس الكبار والصغار
كيدير 20 درهم الواحد. 20 درهم الواحد كما تقول الاخوان الله باش يعاد اللهم بارك. وبالنسبه هنا راه كاين شي تشد بالنسبه للاخوان بحال هاد البويلات هادو اللي جبنا اللي باغي يسخن لهم الله ديال البيض ولا الفراخ يكون صغار. بالنسبه للثمن ديالها بشحال؟ 60 درهم البياسه. 60 درهم البياسه بالنسبه للمينيتري ديالها ما هو اخوان كومبلي اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديالو 100 درهم. 100 درهم كومبلي. وبالنسبه لهذه ديال الدريسه والتسميطه الاخوان هذه بحال دايره هذه 30 درهم كما شفنا. بالنسبه لاي حاجه هنا راه كما كتشوفوا هادشي راه كلشي كيتعلق بصحاب الطيور. خصو شي حاجه راه يتواصل مع الاخ على خاص. بالنسبه عاود لينا التليفون ديال 0602 0602 99 89 99 99. الله يسر لكم الامور. وبالنسبه للاخوان على عشاق ديال دجاج الزينه كما كتشوفوا معنا هنا الاخوان على الصوره الذكر ديال الابرام اللهم بارك. كما كتشوفوا تبارك الله المستوى ديالو هي من الجمال. بالنسبه للعمر ديالو هذا شحال تقريبا؟ عام اخويا عنده عام تبارك الله. كما كتشوفوا بالنسبه للثمن شحال كتقول فيه؟ 350 درهم اللهم بارك. وبالنسبه اللي بغى يتواصل معك التليفون 06 02 89 99 54. الله يسر لك الامور حياتك. وبالنسبه هنا الاخوان مره اخرى كوب بالاخر هنا اللهم بارك. المشي ديال المبرهما هذه بالنسبه للانثى ديالو هي والتكير كما كتشوفوا الحجم ديالو المستوى الله يبارك لكم عليه. بالنسبه للثمن 600 درهم زويجه اللهم بارك. كما شفت الاخوان بيسات في المستوى. بالنسبه للتليفون اللي بغاهم يتواصلوا معك المهم ما تعرفت راه رزقك كيعيط ليك 06 12 39 40 01. الله يسر لك الامور. وبالنسبه لنا العشاق ديال الطوسي اللهم بارك. كما كنشوفوا حنا كنتولع اليوم في السوق هنا مع الحميميه اللهم بارك. شحال هذه ما تفقنا معاهم هنا الله يسر الامور معنا اللهم بارك. بالنسبه للعشاق حمام الزينه كما كتشوفوا هنا معنا القياسات اللهم بارك. انا الاخوه كما كتشوفوا هنا بالنسبه للبياسات ديال المولمان زادو اللهم بارك. وبالنسبه للبياسه اللي معهم الحلو سفانس اللهم بارك. بالنسبه للثمن شحال كتقول هنا؟ 100 درهم. 100 درهم كلشي بحال بحال اللهم بارك. الله يسر الامور. بالنسبه لهادو هنا ديال هادو الفراكس ديال سفانس اللهم بارك. هاد اللوين كيداير تبارك الله الاخوان. بالنسبه للثمن حتى هما شحال؟ 300 اللهم بارك. بالنسبه اللي بغيت يتواصل معاك التليفون 06 23 59 00 17. الله يسر لك الامور. انا مره اخرى يا اخوان كما قلت لكم حنا باقي مولعين هنا في السوق مع صاحب الحمام هنا اللهم. بالنسبه لهذه السفانس هذه ولا كوبل هذه كوبل اللهم بارك. كما شفت الاخوان المستوى. بالنسبه للثمن 450 درهم بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على السفانس اللهم بارك. بالنسبه للسلعه اللي كاين شي حاجه اخرى بالنسبه لهذو هي بالنسبه لهذو اخرى تولعوا هنا مع صاحب الحمام كيسولونا الاخوان بالنسبه لهذو شنو راس هنا سيفيانوس كذلك اللهم بارك. بالنسبه للثمن بحال بحال ولا 400 درهم 400 درهم شنابره بشويه اللهم. بالنسبه لهذا اللي بغاهم يتواصل حنا في التليفون ديالك 06 06 58 14 33 33 40. الله يسر لك الامور. وبالنسبه لهنا حنا رجعنا الاخوان صحاب الطيور هنا في السوق الطيور ديال مدينه اكادير. بالنسبه لهنا خونا رشيد الله يبارك. بالنسبه للاخوان كيسولونا على الباجي. بالنسبه للثمن شحال دوك داير انت رشيد؟ 40 درهم عندهم الاخوان. سمعتوا الثمن اللي ولا دابا في الباجي هنا في اكادير اللهم بارك. بالنسبه لهذا فاسكون هذا 120 درهم. هذا الفرق كبير ولا؟ تقريبا 19 اللهم بارك. بالنسبه للاخوان كما شفت هنا بالنسبه للناس كتسول على الكاج هنا انتم كما كتشوفوا هذا ديال 60 سنتيم ياك هذا؟ ايوه ديال 60 40 40 مسرح. بالنسبة للثمن ديالهم شحال؟ 150 درهم بالنسبة للإخوان. بالنسبة لهادو اللي هنا؟ 70 درهم. هادو 70 درهم الإخوان اللهم بارك. نفسي كتسول على الأوكازيون نقي الله يسر اللهم. بالنسبة اللي باغي تواصل معك رشيد 06 06 06 95 95 92. الله يسر لك الأمور. اللهم بارك الاخوان كما كتشاهدوا معنا على بالنسبه للبياسه هنا ديال الغولد فينش الاخوان اللي كيسولون على الطائر ديال الغولد اللهم. بالنسبه هنا الخونا عبد الهادي الله يسر له. بالنسبه لعبد الهادي هنا تسلعه اللي عندك انا هادو كوبلات قلت لي ثلاثه الكوبلات وواحد الشنبور هنا اللهم بارك. المهم بالنسبه هاد الكوبلات ديجا خدامين كارونتي كما سمعت الاخوان الله يسر. بالنسبه للثمن شحال كتقول لكم؟ شحال؟ 500 درهم الكوبل كما سمعت الثمن اللي عندي هنا اللهم بارك.
شحال كيدير هذاك الشيء؟ انا بالنسبه لك كاج هنا خويا بلادي اللهم بارك حتى هما كما كنشوف هنا السيري كما العاده. بالنسبه للكبير الثمن 75، بالنسبه للصغير منه 65، 50، 25. اللهم بارك كما العاده فوز هذا السيري اللي خصو شي حاجه كنا نطفونا. وبالنسبه لهذا اللي في البوشيطه حتى هو 35، 35 بالبوشيطه. البوشيطه 60 درهم، 60 درهم. اللهم وبالنسبه للكاجو حتى هما راه كاين ديال لي ترونسبور حتى هما شحال دايرين؟ كاين كل سيري وثمنها، كاين داكشي بالعباريات، كاين هاد الكبار 50 درهم، كاين هادو. ها انتم بالنسبه للكبار اللي حنا كيقولوا 50 درهم، هاد الصغار وراه 20، 20. وبالنسبه لهاد الموين هادو 25، الله يسر الامور. ومره اخرى ندوزو عاوتاني لهنا اللي باك شحال هادي ما صورنا لكم. بالنسبه لهادو راه اللوينات هادو راه ماشي سيري، هادو غير بالنسبه للوينات هادو الومنيوم ياك، هادو اللي بيميز بيور ديالو بالالوان الخوت ومن راس. الله يسر لكم. بالنسبه للاثمنه هنا شحال باقي دايرين؟ 3 درهم كما العاده. الله يسر الامور، الله يسر الامور. السيد هادي هو الطبيعي حتى هو بالنسبه كيبغى الخلان السيد هادي. والله يسر الامور خويا بلادي. بالنسبه لهادو سليت قاد هادو ديال بونوكازيون ديال هادو بونوكازيون اللي بغاهم بالمزوره ديالهم. شحال الثمن؟ 40 درهم. هانتوما كنشوف بالنسبه للعشاق اللي زانس والله كبيرين بحال بحال. الله يسر الامور. اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع خونا بلادي. بالنسبه للهاتف ديالك اخويا بلادي 06 62 14 19 26. الله يسر لك الامور ورمضان كريم يا رب. وبالنسبه لاخوان عشاق الباص ديال اللهم بارك كما كتشوفوا معنا هنا. بالنسبه لاخوان كتشوفوا هذه الكيلو هذه الايام عندهم كما كتشوف السعره موجوده هنا تبارك الله. خوان بهاد الجليل اللهم بارك. بالنسبه للجليل شحال كتقول الكيلو شحال الجليل؟ الكيلو 40 درهم 50 درهم عندهم الاخوان. بالنسبه للهوكو 69 اللهم بارك. وبالنسبة لهنا ندوزو عند الكنارة هادي ديالك هادي ياك؟ بالنسبة لهذا هذاك 170، 170 واش متفرع هادي؟ هذاك خاص بيك اللهم بارك كما سمعتو من الأسماء ديالهم. الثمن قلتي؟ 170. وبالنسبة لهادي هنا؟ هذاك 170 واش من راس هادي؟ هذاك بلاطة بلاطة اللهم بارك. نتوالد كرة هادو اللي معزولين كلهم. بالنسبة لهذا أورون شمال؟ هذاك 150 درهم كما سمعت اللهم بارك. بالنسبة لهاد الكوبلا قلتي 300 درهم ياك؟ نتوا هي البيض هي البيضة ياك ولا بكر؟ الليمونية هي نتوا البيض والذخيرة الإخوان اللهم بارك. وبالنسبة لهاد البلاطة أخر هذا ياك؟ هذا ذكر هاد البلاطة؟ شحال؟ شحال الثمن جليل؟ التليفون ديالك؟ 06 48 40 65 69. الله يسر لك لابورات عندك الصوبة عندك. بالنسبة للإخوان عشاق طائر المقنين أنتم الإخوان كما كتشوفوا هنا شي بياسة هنا جوال اللهم بارك. بالنسبة لهذو أخاي جوال هذوك خاص الصوف ولاد العش الولاد العش اللهم بارك كما كتشوف بالباط ديالهم مسائل الله يبارك. سمعت الأثمنة شحال عندك هنا؟ هذوك 700 درهم. كلشي بحال بحال ياك؟ نفس الثمن هذو هاد الثلاثة هادو 900 درهم. وبالنسبة لهاد الفوقاني هذا كنقولوا فيه 150 اللهم بارك. هذا هما الفوقاني فيها راه اللي عندو شي 3 سنين في لاكاس سنين هذا اللي ضاف اللهم بارك كما سمعت هذا الاثنين اللي كاينة. الله يسر الله يخصك شي حاجة راه يتواصل مع خاي جواب. بالنسبة للتليفون ديالها جواب 06 07 00 09 82. الله يسر الامور اللهم. انتم بالنسبه لاخوان بياسات اخرين من العشاق المقنين كما كنشوفون هنا. بالنسبه للجدير هذا بالنسبه لهذا شحال اللي وصل؟ 300 درهم اللهم بارك. شحال ضرب هذا؟ ضرب شي 7 شهور كما سمعت الاخوان. وبالنسبه لهذا الاخر هذا؟ قريع هذا 350 هذا قريع 350 درهم الله يبارك فيك. الكلام كاين شي كلام؟ عطا الله ياه كلام حلو حلوي اللهم. بالنسبه للتليفون 06 06 55 55 51 51 87 70. الله يسر لك الامور. وانا بالنسبه للعشاق الطائره والروز اللهم بارك لنا في الكوبا. انا بالنسبه لي ياسر كوبلا هذه كوبلا اللهم ديجا خدامه كما سمعت الاخوان. بالنسبه للثمن 350 درهم الله يسر الله اللي بغى يتواصل مع الخاص خلينا التليفون 06 26 80 22 54. الله يسر لك الامور.
بينكم في القضيه ديال الجيفوي. هانتوما اللهم بارك بالنسبه ليا انتم معنا جوائز اللي كيقدم الاحفاد القناه بي اف ام 90 اللهم بارك. كما كتشوفوا انا بالنسبه لنا كوبلات ديال كالوب سيتو بيسه فرديه، بالنسبه لنا كوبلات ديال نيغرو مش كوبلات ديال نيغرو، وبالنسبه لي كوشون دان حتى هما حاضرين معنا هنا. بالنسبه لنا جوج فريخات ديال الدريساج بالنسبه للبيروش، وبالنسبة لنا كما كتشوفوا هنا بياسة ديال الكريش تاهما اهداء من اخبار. كنشكروا على هاد الجوائز القيمة اللي كيحفز بها المتابعين ديالو ديال القناة، لأنك بالنسبة للشروط اللي كنا طلبناها لإخوان القناة، ومع ذلك لأن الشرط راه تحقق في القناة ديال خونا بدر. وكنشكروا الناس الجميع اللي ساهموا في هاد المبادرة هادي ديال باش يرفعوا من مستوى المتابعة ديال القناة خونا بدر. حنا كنشكروا جميع المتابعين ديال القناة ديالنا، وكما العادة راه هاد المسابقة هادي بشراكة ديال القنوات الثلاث. اللهم بارك فيكم عاشق الطيور والحيوانات الأخ الله الزهري وخونا بدر بي اش ام 94 اللهم بارك، وقناتي على ويب صفا فلوك. الله يسر الأمور. كما قلت لكم بالنسبة للجوائز، والحمد لله بالنسبة للتقييم ديال الجوائز راه كما قلنا لكم بالنسبة للفائزين هذه راه تحفيز ليهم. ومشكورين هذا المنبر هذا الأخ سيمو الجوكر، قناة سيمو الجوكر اللهم بارك، الذي كيفوز معنا هنا بجائزة الأولى كنعطيوه كوبلة ديال الكالوبسيط. وبالنسبة للأخ شاكر تا هو مدينة أزرو، مشكور على الدعم ديالو بالنسبة لجميع القنوات اللي كيحرز على المرتبة الثانية بالنسبة للبياسة ديال الكالوبسيط كذلك. ومع ذلك غندوزو باش نديرو تقييم ديال الجوائز الاخرين باش نشوفوا الفائزين اللي غادي يفوزوا معنا هنا. الله يسر جميع الاخوان. الرمبه اللي مزيانه مع المطيدر مع الرمبه.